انخرط الموحدين الدروز كطائفة في الجمهورية اللبنانية الحديثة بعد إعلان الاستقلال عام 1943، ونال أبناء الطائفة الجنسية اللبنانية رسمياً كغيرهم من أبناء الطوائف الأخرى، وهكذا بات الدروز جزءاً أساسياً في التركيبة السياسية والاجتماعية اللبنانية بعدما نالوا حصتهم في السلطة ومؤسسات الدولة عبر وزراء ونواب وموظفين، فبدأ فصل جديد. الدروز أصبحوا في الدولة وفي ظل جمهورية جديدة، فأي وضع كان عليه الدروز وكيف كانوا ينظرون للبنان بعد الاستقلال؟ ليس للدروز مشروع طائفي أو مشروع إقامة دولة مستقلة. طبعاً هم يعتبرون أن لبنان وطنهم في من ضمن هذا الوطن العربي الكبير، ولا يطمحون إلى وطن بديل. طبعاً هم يقرون ويؤكدون امتدادهم العربي خاصة مع سوريا ومع إخوانهم الدروز في جبل العرب في سوريا وفي فلسطين، هذا الامتداد يؤكدون عليه ولا يعتبرون أن لبنان وطنا يلغي انتماءهم العربي. هم يؤكدون انتماءهم العربي ويؤكدون على وطنهم لبنان الذي لا بديل عنه والذي لن يتخلوا عنه مهما كانت الظروف، حتى لو ضعفت مشاركتهم السياسية في هذا الوطن. دروز هن أميل إلى الفكرة العربية، بمعنى أنه يؤمنون بالفكرة العربية. هلأ الكيانات السياسية هي نسبية، يعني موقفهم منها نسبي، والأرجح أن قيادتهم أخذت مواقف مصلحية من هذه التقسيمات والتنظيمات. هلأ لبنان، فكرة الوطنية اللبنانية موجودة عند الدروز، استقلال لبنان أساسي عندهم، ولكن تعاونوا مع العالم العربي هو أمر حيوي وأساسي وكان ثابت في كل تاريخهم السياسي. يؤمنون بالوطنية اللبنانية متعاونة مع الوطنيات العربية الأخرى في إطار العروبة الجامعة. بهذا المعنى الدروز ينظرون إلى لبنان ككيان نهائي. لا أدري ما معنى أنه لبنان كيان نهائي، هو إطار سياسي لتفاعل هؤلاء الناس على هذه الأرض، وبالتالي يعني الزمن كفيل بتحديد ما ستحصل عليه الكيانات في هذه المنطقة. إذا رجعنا إلى التاريخ، الدروز قدموا آلاف الشهداء على هذه الأرض. تراب هذا الوطن مجبول بدماء الدروز، فلا يمكن أن يتخلوا عن هذا الوطن مهما كانت الظروف ومهما كانت الضغوطات ومهما كان تدخل الدول الأجنبية. الدروز دافعوا عن هذه البلاد منذ ما قبل الدعوة التوحيدية، دافعوا ضد البيزنطيين وضد الصليبيين، وقاتلوا قتالا عنيفا لم يقاتله أحد سواهم، وضد العثمانيين في بعض المراحل قاتل الدروز، وضد المغول دافعوا عن البلاد العربية في عين جالوت، شاركوا في المعركة ضد المغول. الدروز تاريخهم مليء بالتضحيات من أجل القضية العربية ومن أجل تثبيت وجودهم في هذا الوطن. في تلك الفترة كان الأرسلانيون يشكلون التيار القوي داخل الطائفة، واحتلوا واجهة الزعامة السياسية للدروز من خلال زعيمهم المير مجيد أرسلان، الذي تحول إلى مرجعية سياسية لأبناء طائفته في ظل غياب المرجعية والزعامة الجنبلاطية الفعلية آنذاك، حيث كان الشاب كمال جنبلاط نجل فؤاد بيك جنبلاط ما يزال يشق دربه السياسي ليصبح فيما بعد وريث العائلة والزعامة الجنبلاطية. بعد الاستقلال وبسبب غياب حكمة جنبلاط عن الحكم، انتقلت الزعامة إلى الست نظيرة جنبلاط والدة كمال جنبلاط، فقامت هي بالمهمة على خير ما يرام، وكانت بالفعل هي
الزعيمة التي احترمها الانتداب ونالت احترام الطائفة الدرزية من كلا الاتجاهين اليزبكي والجنبلاطي. أما موضوع حصر الزعامة بين بيت جنبلاط وبين بيت أرسلان، هاي مش موجودة في تاريخ الدروز لسبب، لأن الدروز هن ديمقراطيين ويؤمنوا بالتعددية، والتعددية هي اللي بتخلق غنى وبتخلق عطاء. نحن بوادي التين عبر تاريخنا كله كان بالسياسي بعد الاستقلال وما قبل الاستقلال كان إلنا خصوصية واستقلالية عن بقية الزعامات في لبنان، مع احترامي للزعامة الجنبلاطية والزعامة الأرسلانية. بالمحصلة الدروز بتاريخهم مقسومين بين قيسي ويمني. نحن بالنسبة إلنا آل داود نحن يمنيين، وجدي هو نصر الدين التنوخي، وهلق ضريحه موجود بالشام. تاريخيا أيضا هناك عائلات أخرى شاركت في القيادة الدروز، التلحوق مثلا، الدكتور جميل تلحوق كان من القيادات التي شاركت في مجلس النواب، بهيج تقي الدين، بشير الأعور، وفي وادي التيم آل داود والعريان. يعني كان هناك عائلات تشارك في القيادة السياسية الدرزية. من هون ما فيك تحصري الزعامة الدرزية عبر تاريخها بين بيتين فقط. في كتير من الزعامات الدرزية بجبل لبنان بغير جبل لبنان اندثرت نتيجة عدم كفاءة اللي استلموا قيادة هذه العائلات وحل محل أشخاص تانين أو عائلات أخرى. من هون يعني الحياة بالوضع الدرزي تختلف عن الطوائف الأخرى، كان الإسلامية أو المسيحية، لأنه عند الدروز ما في أصولية بمعنى الأصولية، إنه القرار السياسي يتبع القرار الديني، والقرار الديني بيكون تابع للقرار السياسي بالمفهوم آل التوحيد. خط كمال جملات طريقة بمساعدة ودعم والدته السيدة نظيرة جملاط، التي لعبت دورا مؤثرا جدا في بناء شخصية ابنها الوحيد الذي كان قد عمق معرفته وعلمه بدراساته الحقوق وعلم الاجتماع وعلم النفس والتربية في جامعات لبنانية وفرنسية. وعام 1943 سنحت فرصة تاريخية أمام كمال جملاط، كانت البداية في صعوده سلم الحياة السياسية من بابها الواسع بعد انتخابه نائبا عن جبل لبنان. وفي عام 1946 عين وزيرا للاقتصاد الوطني والزراعة والشؤون الاجتماعية، وهكذا عادت دارة آل جنبلاط في المختارة من جديد لتكون محور الاستقطاب السياسي الدرزي والوطني.